السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة التي أحاطت بالأشياء فلا يعجزها أمر، والعلم الذي أحصى الكائنات فلا تخفى عليه عين ولا يغيب عنه أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ورحمته التي بسطها ونعمته التي نشرها، صلى الله عليه وآله السادة الذين اصطفاهم على العالمين. اللهم صل وسلم على ذي الخلق العظيم والمؤيد بالقرآن الكريم والمخصوص بالمنزلة الجليلة، حبيب الله الذي اصطفاه وشرفه على البرية واجتباه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على حجة الخصام وباب المقام وأخي الرسول في الأولى والأخرى، رضي الولاية الكبرى، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على بضعة الرسول وسليلته وشريكة الوصي وحليلته، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على غوثي الأمة من الخطوب المدلهمة وبابي الرحمة لتفريج كل غمة، النورين الساطعين فلا تنكرهما أي عين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى وسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على أنوار العارفين وأمناء الله على خلقه وتراجمة الوحي، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة تقر بها عيون حججك وتتم بها نورك وتعجل بظهور وليك. اللهم صل وسلم على وعد الله لعباده بالفرج وسيفه الذي أعده لتقويم العوج، أمان الخائفين من أهل الدنيا وقائد المؤمنين إلى الذروة العليا، أمين الرحمن على أسرار القرآن، سيدنا ومولانا أبي القاسم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره وأوليائه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبلغهم في الدنيا والآخرة أقصى الأمنيات، وأسكنهم الدرجات العاليات، واكفنا وإياهم شر الظالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، سلام عليكم جميعا من رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. ما زلنا في الإجابة على السؤال الذي طرحناه في الخطبة السابقة، ماذا يجب علينا أن نتعلمه من الحركة الإصلاحية للإمام الحسين عليه السلام؟ ماذا يريد منا الإمام الحسين عليه السلام في عصرنا هذا؟ ماذا تريد منا كربلاء برمزيتها الحسينية؟ كيف نكون حسينيين حقا في هذا العصر؟ ونحن أجبنا عن بعض ما يجب علينا أن نتعلمه، فذكرنا أول الأمر وأهمها وهو الشعور بالمسؤولية، والشعور بالمسؤولية على أنواع، ومن جملتها الشعور بمسؤولية الوعي الثقافي والاجتماعي ومسؤولية الكلمة. التفتوا إخوان، ما الذي نقصده بالوعي الثقافي والوعي الاجتماعي ومسؤولية الكلمة؟ نعني بالوعي الثقافي أن يتسلح الحسيني. لاحظوا إخواني، عندنا مؤمن وعندنا مؤمن حسيني. أن يتسلح المؤمن الحسيني في عصرنا بسلاح المعرفة الفقهية والثقافة الإسلامية التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجميع
مناهج الإسلام، ولا يقتصر في معارفه وثقافاته على المعارف والثقافات الأكاديمية التخصصية والثقافات العامة. نجد أيها الأخوة والأخوات البعض يهتم ويصرف كل جهده ووقته وأفكاره في تحصيل المعارف الأكاديمية والتخصصية، وهذه وإن كانت مهمة، معارف الطبية، الهندسية، الكيميائية، الفيزيائية، الاجتماعية، التربوية، الاقتصادية المعاصرة، مهمة نعم في حياتنا، ولكن ذلك لا يكفي لكي نبصر الموقف الحسيني المطلوب في عصرنا هذا. كيف نجسد مبادئ النهضة الحسينية في عصرنا هذا؟ لابد أن يتسلح المؤمن الحسيني بالمعرفة الفقهية. ثقافات الإسلام، في الإسلام ثقافة اجتماع، ثقافة تربوية، ثقافة روحية، ثقافة اجتماعية سياسية في كل مجالات الحياة، لأن هذه الثقافات هي المفتاح لبصيرة القلب. عندنا بصر نرى به الأشياء وحقائق الأشياء، ولابد أن يكون لدينا قلب نرى بعين البصيرة ما هو المطلوب منا من موقف الحسيني تجاه الواقع الذي نعيشه وفي المجتمع الذي نعيشه. فلابد أن يكون هناك اهتمام أيضاً بأن يتسلح المؤمن الحسيني بالثقافة المعرفة الفقهية وغير ذلك من ثقافات الإسلام، واحد. وأن يكون لديه أيضاً ثقافات معاصرة، إلمام بالثقافات المعاصرة، وأن يكون لديه إلمام بأوضاع مجتمعه. ليس من الصحيح أن يكون اهتمام الإنسان المؤمن الحسيني بنفسه فقط، يحاول أن يتعرف على ما هو مطلوب من علوم لنفسه وخاصته، بل لابد أن يكون لديه إلمام بأوضاع مجتمعه ولو إلماما إجماليا، وأن يأخذ، هذه نقطة مهمة إخواني، هذه المعرفة الفقهية والثقافة الإسلامية أن يأخذها من منابعها الصحيحة التي حددها أئمة أهل البيت. حينئذ تكون لدينا البصيرة في أمور ديننا. لاحظوا إخواني، من الأمور المهمة التي أوصلت أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أن يقفوا إلى جانبه، مع أن الكثرة الكافرة خذلت الإمام الحسين عليه السلام، من جملة الأسباب أن هؤلاء كانت لديهم البصيرة، كما عبر عنهم من أعدائهم بأصحاب البصائر. لذلك ورد في الحديث: تفقهوا في دين الله فإنه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والمراتب الجليلة. التفقه في دين الله، مع أن التفقه هنا هو الفهم الصحيح والواعي والعميق لثقافات الإسلام المتعددة، حينئذ يستطيع الإنسان على ضوء هذه الثقافات والمعرفة ومن منابعها، نؤكد على ذلك، أحيانا لدينا مؤمن يصلي ويصوم ومتدين، لكن لا يأخذ هذه المعارف من منابعها الصحيحة ويتوهم أن فلان وفلان ربما هم منابع هذه المعرفة، فيخطئ ويضل الطريق الصحيح. فلا بد أن يكون لديه، كما أنه أنا أصرف سنين من عمري وأبذل كل جهدي في تحصيل علوم الطب والفيزياء والكيمياء والهندسة والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك من الأمور، وهي مهمة في حياتنا ونوليها الاهتمام، لكن أيضا في نفس الوقت علينا أن نولي اهتماما عظيما بمعارف الفقه والثقافات الإسلامية، حتى يكون لدي البصيرة والمعرفة بالموقف الصحيح الذي يجب أن أتخذه حينما يمر مجتمعي بالمخاطر وغير ذلك من هذه الأمور. ما الذي؟ وعي الاجتماعي، وعي ثقافي، ولدينا وعي اجتماعي. ما المقصود بالوعي الاجتماعي؟ أن يعي الإنسان المؤمن
ما هي مسؤولياته تجاه مجتمعه الذي يحيط به من أسرته، مسؤوليات تجاه أسرته، تجاه عشيرته، تجاه زملائه في العمل، تجاه مجتمعه. كثير من الناس همه نفسه فقط، لا يستشعر المسؤولية تجاه المجتمع الذي يحيط به، ابتداء من الأسرة، المجتمع الصغير، ثم العشيرة، المجتمع الأكبر، ثم زملاء العمل، ثم المجتمع الأكبر الذي يحيط به. الوعي الاجتماعي الحسيني أن يكون لدي وعي بطبيعة المسؤولية تجاه مجتمعي، فإذا ما رأيت انحرافاً في مجتمعي، ثقافي أو أخلاقي أو سلوكي أو غير ذلك من هذه الانحرافات، علي أن لا أكون متفرجاً أمامها، بل لابد أن يكون لدي اطلاع وإلمام بطبيعة المخاطر والمشاكل والأزمات التي يمر بها المجتمع، أو أحاول بالتعاون مع الآخرين أن أضع الحلول لها من خلال العلم والمعرفة الصحيحة. لابد أن يكون الطريق والعلم والمعرفة الصحيح، وإلا الجهل إخواني وأخواتي يعقد المشاكل ويؤزم الأزمات أكثر. العلم هو الذي يشع بأنوار الحلول للمشاكل والأزمات المستعصية، وهذه لابد أن تؤخذ من منابعها الصحيحة. وأما مسؤولية الكلمة أيضاً نلتفت إليها إخواني وأخواتي، الكلام سلاح الأنبياء والمصلحين في هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق الصحيح. لاحظوا الآن كلمات الإمام الحسين عليه السلام كيف أنها على مر العصور والأزمنة منهاج الإصلاح للفرد والمجتمع. الأنبياء كانوا يستعملون سلاح الكلام والكلمة، ولكن هذا الكلام والكلمة إذا ما أسيء استخدامه أصبح وسيلة للفتن والأحقاد والصراعات بين أفراد المجتمع، وأصبح محطماً للفرد والمجتمع. لذلك على الإنسان المؤمن الحسيني أن يعي أن عليه مسؤولية الكلمة، مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال الكلام، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الكلام وفق الشروط المطلوبة، مسؤولية مواجهة الفساد والانحراف الأخلاقي والسلوكي في المجتمع بالكلمة أيضا، وغير ذلك من هذه الأمور التي يمر بها المجتمع. فلذلك نجد أن الذين اتبعوا مبادئ الإمام الحسين عليه السلام بعد الإمام الحسين، لاحظوا الكلمة والكلام هي التي أيقظت الأمة الإسلامية من خلال خطب زين العابدين عليه السلام وخطب زينب، هذه الكلمة لها التأثير. المؤمن الحسيني، المؤمنة الحسينية هي التي تعرف ما هو الكلام الذي ينبغي أن تتكلم به في مواجهة الفساد والانحراف داخل المجتمع وغير ذلك من هذه المسائل. ولا يقف المؤمن الحسيني ساكتاً أمام حالات الانحراف في مجتمعه، بل لديه الكلمة يدعو من خلالها إلى الله تعالى ويوعي المجتمع بالمعرفة الفقهية والثقافات الإسلامية، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق شرائطه، وغير ذلك من الأمور التي تصلح مسيرة المجتمع. أيضاً مسؤولية الأخرى مسؤولية الموقف، ننتبه إليها إخواني، لندرس جيداً مسيرة النهضة الحسينية والذين وقفوا، طبيعة شخصية الذين وقفوا مع الإمام الحسين والذين خذلوا الإمام الحسين عليه السلام، نجد أن جوهر هكذا تعلمنا النهضة الحسينية أن الإسلام ليس مجرد عبادات وطقوس تؤدى، ليست مجرد شعارات ترفع، ليست مجرد هتافات تصلح بها الحناجر، بل الإسلام الحسين الصادق موقف يقفه المؤمن إذا ما واجهت الأمة خطر الانحراف،
وإذا ما داهمت الأمة أواصف التضليل والتجهيل والخطر على الأمة الإسلامية صار له موقف. كثير إخواني ادرسوا بدقة، كثير من الشخصيات الإسلامية التي كانت لها غزارة في العلم وعمرها وسني عمرها مليئة بالتعبد والتهجد والذكر لله تعالى، لكنه حينما داهم الخطر للإسلام والأمة الإسلامية بالانحراف والضلال الذي كان يهدد الأمة الإسلامية انكفأت تلك الشخصيات في زوايا بيوتهم ووقفوا على التل يتفرجون، ولم يكن لهم موقف ينصرون به الإمام عليه السلام. وهؤلاء ما الذي نستفيده من قول الإمام عليه السلام: من لحق بنا فقد استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. ومن خلال دراسة سيرة أولئك الذين خذلوا الإمام عليه السلام نعرف أن الإسلام والمبادئ الحسينية والنهضة الحسينية تعني أن الإنسان الحسيني ليس مجرد أن يؤدي هذه العبادات والطقوس، وليس مجرد أن يرفع شعارات وتصلح بها الحناجر، بل الإسلام والنهضة الحسينية موقف يقفه الإنسان إذا ما داهم الإسلام خطر عظيم. لذلك من وقف تلك الوقفة الشجاعة والمضحية أمام خطر عصابات داعش وضحى بنفسه أو بذل ماله، ذلك الذي ترجم مبادئ النهضة الحسينية. أما الذي يقف في مثل هذه المنعطفات الخطرة والحساسة ويقف موقف المتفرج ويؤثر سلامة دنياه وسلامة نفسه وأهله وماله على سلامة دينه ومقدساته وأعراض مواطنيه، فإنه مهما كان من العبادات ومهما كان من الذكر في الواقع لا يمثل المنهج الحسيني. التفت بدقة، لا يمثل المنهج الحسيني الصادق. لذلك لابد للإنسان أن يعي ما هي تلك المبادئ في النهضة الحسينية وكيف يكون للإنسان حسينيا حقا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من السائرين على نهج الإمام الحسين عليه السلام وصادقين في ولائنا أنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.